السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الفاميلي دي حاجة مهمة جدا في الريفت، زي الاوتوكاد مهم جدا موضوع البلوكات. فالنهاردة هشوف مع بعض ازاي نعمل فاميلي ويكون فيها عنصر بيلف دائري تمام حوالين المركز بتاعه. هاجي اقول له هنا انا عايز اعمل فاميلي جديدة، اختار اي فاميلي. انا شخصيا هختار الجينريك موديل، لان هو ده الافتراضي. لو انا لسه مش محدد الفاميلي دي نوعها ايه، بقول له اوبن، بيظهر لي اتنين ريفرنس بلين تمام. دول بيساعدوا ان انا مثلا ممكن احط العنصر عليهم، بحيث ان اول ما يتحركوا العنصر يتحرك معاهم او العنصر يكبر ويصغر. فانا هقول له دلوقتي انا عايز مثلا ريفرنس بلين تاني على سبيل المثال تمام. اول ما رسمته ورسم لي دايمنشن تمام، تمبوراري مؤقت، اول ما ادوس بره هيختفي تمام. فانا ممكن اروح دايس هنا بحيث يفضل معايا موجود تمام. طيب دوت لو انا عايزه يتقفل بحيث ان ده ما ينفعش يتحرك، هدوس بس على القفل دوت. فلما اجي احرك يقول لي لا ده كده مش هينفع يتحرك. طيب لو انا عايزه يبقى معايا ماشي، واجي هنا ليبل هسميه اي اسم وليكن مثلا اكس، واختار اللي هحط في ان جروب. والتايب يبقى كده كله هيتحرك، كل لو اتغير الرقم دوت هيتغير في كله انستنس تمام. يبقى كل عنصر لوحده، يبقى الفاميلي ديت ممكن يبقى ليها قيمة غير الفاميلي التانية. فايه زي ما انت عايز، عايزة تايب او انستنس مفيش اي مشكلة خالص. لما تيجي تغير تخش في الخصائص هتلاقي الرقم ده تقدر تعدل فيه تمام. طيب انا هبدأ ارسم ريفرنس لاين من المركز هنا اهوت تمام، وهاجي هنا اقول له الاين اي ال دوت من هنا لهنا. لو وديت للخط ده كله يبقى كده الخط كله هيميل معايا، وده انا مش عايزه. لا ده انا عايز بس النقطه دي، فاقول له من هنا وروح ده ستاب عشان تبقى النقطه دي. يبقى انا كده ضمنت ان النقطه دي ثابته في الزيرو زيرو تمام. وهاجي هنا برضو اقول له تاب وروح اقفل هنا، بحيث اضمن ان الريفرنس لاين دوت هيلف حوالين نقطة المركز دي تمام. طيب بعد كده اجي اعمل ايه؟ عايز اقول له انا عايز دايمنشن، وهقول له انا عايز انجلر من هنا لهنا تمام. دوت هو ده الليبل بتاعي، بحيث ان انا لما الرقم ده يتغير الشكل ده كله يتغير. ممكن احط اي عنصر هنا يتغير معايا تمام. اقول له هنا انا هسمي ده مثلا واي، اشمعنى واي مش عارف تمام خلاص. طيب لو جيت هنا وغيرت ال 38 دي خليتها مثلا 50 اوكي تمام، اتغيرت. فده كده ممكن احط اي عنصر هنا، ارسم اي حاجه واخليها تلف حوالين نقطه المركز. دلوقتي الريفرنس لاين دوت اقدر اديله بارامتر بحيث اقدر اتحكم في الارتفاع بتاعه. فاعمل هنا سيلكت فيبدا يظهر لي الدايمنشن دوت، فحوله لدايمنشن بدل ما هو كان تمبوراري. وبعد كده الدايمنشن دوت اقدر اخليه ليبل وليكن مثلا ال طيب ولا انستنس اوكي. دلوقتي اقدر اتحكم فيه، يعني تقدر تقول له مثلا بدل 3000 دي خليها 2500. طيب دلوقتي انا عايز ارسم شكل بقى على الخط دوت تمام. فاقدر ان انا اقول له ارسم لي سيكشن بالشكل دوت، يكون واخد نفس الزاوية، او ان انا اخليها 90 وابدأ ارسم هنا على طول. طيب انا دلوقتي لما هروح للسيكشن دوت هلاقي ان هو رافض ان انا ارسم. ليه؟ لان الورك او الورك بلان بتاعي تمام عمودي على الشكل اللي انا عمودي على السيكشن بتاعي تمام. يعني انا المفروض برسم هنا على ليفل زيرو تمام، فهو ازاي هيرسم دلوقتي؟ فانا لازم اقول له شو، فيقول لي اعمل لي اختار انت الورك بلان. الريفرنس لاين دوت لو احنا شفناه في 3 دي تمام تلاقي ان هو بالشكل دوت، واخد ده الاكس والواي وبرده الجوانب تمام. فكل دول تقدر تشتغل عليه ماشي. فانا هقول له بكل بساطه انا عايز ست، واقول له بيك ابلان، وادوس تاب عشان اختار الشكل دوت تمام. الريفرنس لاين بتاعي اهوت تمام من هنا لهنا تمام. طيب
هاجي اقول له دلوقتي بقى كرييت، اقول له اكستروشن، اختار من الاول هنا. تمام، خلينا نرسم مستطيل على طول من اول هنا. تمام، هيبدأ يقول لي، بقول له اقفلهم بحيث يتحرك معاهم. تمام، اوكي. برضو الارتفاع ده هو تقدر تثبته وتخلي تديله بارامتر لو انت عايز. تمام، طيب تعال نشوف كده. لو انا قلت له 2500 دول خليهم لي 3500، فتلاقي الشكل كله اتحرك معاك. تمام كده، يبقى انت ربطت الشكل. وبعدين لما هتعمل الروتيت، الخمسين دي مثلا تخليها كام؟ تخليها 73. تمام، الشكل كله اتحرك معاك، فانت كده ربطت الشكل بالريفرنس لاين، فيقدر يتحرك معاك ويلف معاك ويكبر ويصغر معاك، فبقى ايه التحكم. الموضوع كله الشكل ده كله لازم يبقى زي الصلصال في ايديك او العجينة في ايديك، تقدر تشكلها زي ما انت عايز وتعمل بقى اي اشكال كده. فاكر لما كنا بنعمل الكحكة ونعملها على اشكال كده عجيبة؟ هي نفس الفكرة، تقدر تشكلها زي ما انت عايز. طيب خلينا نعمل شكل كمان، وهو مثلا نختار ايه، نختار مثلا السويب، هديله مسار واديله شكل ويبدأ يرسم في الشكل دوت. فانا اقول له سويب. تمام، هو دلوقتي عايز مني ارسم الباص، فاقول له ماشي ارسم لي الباص عبارة عن قوس من هنا لهنا اهو، وده شكل القوس بتاعي. تمام، هعمل له الاين واقفله بحيث يتحرك مع الشكل زي ما انا عايز. تمام، اقول له دوت مع ده. تمام، طيب عايز ابدا ارسم له بقى الشكل بتاعي، فهقول له اديت بروفايل، ارسم البروفايل او اختار اي شكل من اشكال البروفايل لو هي موجوده، او اقول له لود بروفايل لو عايز احمل. هقول له اديت بروفايل، بيقول لي عايز ارسمه في انهي فيو، فبقول له ماشي ارسمه في الفيو دوت. تمام، هنرسم بس حاجه بسيطه خالص، وليكن مثلا شكل جاهز كده من الاشكال ديت. تمام، تعال نشوف الشكل بعمل ازاي. فده ممكن يساعدك لو انت عايز ترسم باب، شباك، وحاجات تلف معاك وحاجات تبقى مرتبطة بالشكل وهكذا. اتمنى يكون الموضوع سهل ان شاء الله.